نجمنا التحكيمي كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، مساء الفل يا كابتن محمد، منورني وسعيد بوجودك. مساء الفل يا دكتور، واخبار حضرتك ايه؟ انا اللي سعيد ان انا موجود مع حضرتك. الله يبارك فيك كابتن محمد، كل الدنيا تمام؟ الحمد لله. كابتن والله صلاح اخباره ايه الاول؟ صحته تمام؟ بيسلم عليك كتير دايما سلامنا له كتير، نجمنا طبعا الكبير كابتن صلاح عبد الفتاح. حبيبي طيب، يا كابتن، دايما بالتوفيق. التحكيم في البطولة العربية أو بطولة الملك سلمان، شفنا هوجة على الكابتن البنا من فريق الوداد، والبنا كان ماشي بالمباراة يعني كويس جدا جدا جدا. النهارده شفنا الحكم الليبي لم يكن على مستوى المباراه تماما، وركله جزاء من وجهه نظري، ممكن يبقى لك وجهه نظر اخرى انت هتقول لنا عليها، هل هي ركله جزاء صحيحه ولا غير صحيحه كابتن محمد؟ طب نخلينا نبدا الاول بحكامنا اللي في البطوله اتفضل. العربيه النهارده. كان النهارده كل حكامنا اللي كانوا في البطوله العربيه كانوا بيلعبوا النهارده. محمود البنا كان عنده مباراه على تقنيه الفيديو مع طاقم سعودي، وامين عمر ومحمود ابو الرجال واحمد حسام ومحمود عاشور كان عندهم مباراه الكويت الكويتي والرجاء، والامانه كلهم النهارده كانوا رائعين. يعني عشان برضو ناكد، حكامنا النهارده كانوا في احسن حال وعملوا اداء جيد جدا. خليني بس وانت بالنسبه معايا اقول ان كريستيانو احرز الهدف الثاني للنصر في شباك الاتحاد المنستيري. اتفضل يا كابتن محمد. كانوا لسه متعادلين من شويه. فطبعا بنتمنى لهم التوفيق وبنهنيهم على الاداء النهارده الجيد جدا ده، وبنتمنى لهم الاستمرار طبعا في البطوله بنفس الاداء. بالنسبه لمحمود البنا، يعني انا دايما يعني عندي مبدا كده دكتور، حكامنا اللي بيمثلونا بره في البطولات يعني الناس حتى يعني نقف معاهم، حتى الاخطاء التحكيميه وارده وطبيعيه. جميل. محمود عاشور على فكره كان عندنا حكم فيديو مصري برضه كان موجود في نفس المباراه على الفيديو، هما الاثنين محمود عاشور استدعى محمود البنا، حصل اختلاف لكن في النهايه في واحد صح وواحد غلط، لكن في النهايه الاثنين مصريين، ومحمود عاشور بيتكرر تاني لنفس الفريق السد، فطبعا كل ده وارد، لكن ما كانش فيه اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه، لكن جميل. طبعا ليهم كل الدعم طبعا كحكام مصريين. جميل. نروح للاهم لقطه عندنا في مباراه النهارده، في مباراه الزمالك والشباب السعودي. كانت لقطه ركله الجزاء. يعني هبدا معاك يا دكتور كده بلقطه مهمه جدا، وفي صوره كده معانا يا ريت نستعرضها. حاضر. هنلاقي كان مهاجم فريق الشباب كان بيلعب كره بالعرض، وبعدين خبطت في جسم عبد الغني، وبعدين ردت لجسم المهاجم الشباب، وبعدين هنا بقى لحد هنا. لا خلينا مع الصوره الاولانيه الاول. هات الصوره الاولانيه يا شباب. اهيت في جسم اللاعب اهوت، موجود في بطن في جسم. تمام. هو هنا عبد الغني خلاص وضعيه جسمه بالشكل ده، ايده بالشكل ده، وهو في اتجاه المرمى بتاعه، ما عندوش مبرر ان هو. لما نشوف بقى اللقطه اللي بعديها دكتور، هنلاقي الايد حرك وليد الجسم. ايوه بس يعني ما عندوش ديناميكيه ان هو يعني التعمد ان هو اعمل ايه ده كده. انا معاك، مش شايف. هنا ما بنتكلمش في التعمد يا دكتور، هنا بنتكلم في ان الايد كبرت الجسم. يعني هنا خلاص انا خدت وضعيه ان الايد كبرت الجسم، والوضع ده وضع الايد مش وضع مبرر، اللي هو نتيجه الجري في الطبيعي على الحركه الطبيعيه. فطبعا ركله الجزاء هنا سليمه، والايد منعت اتجاه الكوره خلاص، يعني شايفين الصوره واضحه كمان. حتى ولو هو مش شايف، يعني هو ماشي ومش شايف الكوره. لا هو لمعها، بس وضعيه ايده ان هي تلف، لما شفت الصوره الاولانيه لما هي تلف بالشكل ده. لا هو خد الريسك وكبر ايده بشكل يعاقب عليه بلمسه اليد. طبعا هنا الحكم ما حسبش، حكم الملعب ما حسبش، لكن لما نشوف بقى لقطه الفار يا دكتور، هنلاقي الحكم الفيديو جاب لقطه مهمه جدا. عشان شوف اللقطه دي بقى تحديدا، هو هنا بيقول له ان نقطه التلامس كانت داخل الملعب، يعني هنا على خط المرمى داخل منطقه الجزاء. لو كانت الايد بره او الكره بره كان مش هيبقى فيه مخالفه. امال هي داخل منطقه الجزاء. هي داخل منطقه الجزاء، والصوره اللي جايبها له كمان موضحه كويس قوي اللقطه. طبعا ركله الجزاء صحيحه ما فيهاش، على فكره وهي سهله يعني تحكيميا لعبه سهله، مش كويس ان احنا نوضح الامور دي. زي ما انا قلت لحضرتك، يعني انت بيبقى لكم نظره كحكام وتقدروا ان انتوا تفسروها، وده شيء جميل جدا عشان برضو الناس تكون موجوده معانا. تمام. طبعا كمان عايز اقول حاجه دكتور، يعني يمكن الحكم النهارده كان عنده 12 انذار في المباراه، اشهر 12 انذار، في منهم 7 من نصيب فريق الشباب السعودي، و5 لفريق الزمالك. لكن المباراه كان فيها شد كتير جدا، هو انا شايف 12 انذار مع الاحداث اللي كانت موجوده، طبيعي الحكم يعني انا شايفه ادى اداء جيد، لكن احداث المباراه كانت سخنه قوي، وهو كان حكيم جدا في المباراه. يعني تدي له كام من 10 النهارده يا كابتن؟ يعني
8 من 10. انت ما شاء الله يعني كده انصفت الحكم، يعني خلاص يبقى احنا طالما خبير تحكيمي يبقى احنا بنتقدم بالاعتذار بس على طول هقول لك عليها. ليه يا دكتور، هقول لك ليه 8 من 10. اولا هو ما عندوش اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه، المشادات اللي حصلت على فكره ما كانتش تستدعي كروت حمراء، هي كانت مجرد دفع بالايد وكانت مشادات، ما حدش ضرب حد وما فيش، ما كانش فيه سلوك يستدعي للطرد، لكن هو كل المواقف قدر يتعامل معها بالكروت الصفراء. حتى لو ما شفنا حارس مرمى الشباب السعودي لما ضيع وقت هو راح اداله انذار على طول. انا بستشهد بس بالمواقف بتاعته، لكن طبعا التحكيم دايما انت عارف ملوش علاقه بنتيجه المباراه. يعني انت شايف ان التحكيم يرتقي الى مستوى البطوله حتى الان؟ ومستوى بصراحه مستوى التحكيم في البطوله رائع، ولجنه حكام البطوله على فكره يا دكتور يعني المعلومه اللي عندي ان هم يعني بيقفوا على الاخطاء اول باول بعد كل نهايه يوم، وكل حكم بيبقى عارف هو اخطا في ايه وما اخطاش في ايه، فطبعا هم بيتابعوا الموضوع بشكل جيد جدا، بدليل النهارده لما بنشوف محمود عاشور بيتكرر تاني كان نوع من المكافاه لحكم مصري، النهارده امين عمر والطاقم المصري بيتكرر لتاني مره لان هم اجادوا في المباراه الاولى، وده شيء جيد، ولو ما اجادش ما كانش هيتكرر. هل شايف ان الحكم كان صبور على شيكابالا لما توجه له وقال له لو انتوا عايزيننا نتهزم قولوا لنا احنا نمشي؟ في دي انا معاك، هو كان يعني كان صبور جدا جدا، لكن هو يعني كان مراعي ان الناس مراعي النتيجه، وعلى فكره هو اعتراضه هنا كان على الحكم الرابع. ما كانش، لكن هو راح شيكابالا كمان راح اعترض على الحكم بعد اللقاء، لكن هو شيكابالا كان عنده انذار في المباراه، فعشان كده بقول لك هو كان حكيم معاه، لو كان طلع له الانذار الثاني كان هيكون فيه العقوبه الطرد، وكان ممكن شيكابالا ما يلعبش المباراه اللي جايه، عشان كده بقول لك هو ما كانش متحامل، لو كان متحامل كان هتبقى انذاراته، كان هيبقى فيه كروت حمراء وانذارات ثانيه كانت هتؤدي للكروت الحمراء، فهو ده سبب رؤيتي في النقطه دي تحديدا. خبيرنا التحكيمي كابتن محمد صلاح عبد الفتاح بشكرك شكرا جزيلا. اذا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح على عهدته ركله الجزاء التي احتسبت للشباب السعودي على الزمالك وفاز بها اليوم صحيحه كما يراها الكابتن محمد صلاح وكما وضحها من خلال الصور التي جاء بها.